ازيكم عاملين ايه؟ هنشوف النهاردة فيديو جديد وهو فرس النهر المشهور بالسيد قشطة. هنشوف ازاي الصياد بيقدر يصطاده بكل سهولة وده لزيادة حجمه. يلا بينا نتفرج مع بعض. شايفين الرصاصة؟ رصاصة كتلة، رصاصة كتلة. عدة رصاصات، واحد، اتنين، تلاتة، يا عيني، يا عيني. عدة رصاصات مميتة لفرس النهر. طبعا يا جماعة فرس النهر ده حجمه كبير فالصياد بيصطاده بكل سهولة، وبيأكد عليه كمان في الدماغ، في الدماغ على طول. في فك فرس النهر رصاصة قتلة. دي الإعادة. طبعا في بعض الأحيان في رصاصة بتبقى قوية فبتقضي على الفريسة في لحظة. هنا مسافة بعيدة الصياد بيسيب فرس النهر من مسافة بعيدة. دي الإعادة يا جماعة. طلقة قوية، طلقة قوية. في الوش على طول، في الوش. خد الرصاصة يا عيني ونام على طول. دي الإعادة. رصاصة في الوجه يعني. تقضي عليه في ثانية. لازم يأكدوا بكام رصاصة ان الضحية يعني خلاص. دي في الراس بقى، الطلقة دي في الراس. الإعادة. شايفين قوة الطلقة؟ طلقة زي كده يعني هتتاخد خلاص في ثواني بقى الضحية هتموت على طول. مش عارف ده بيضربه ازاي، هو ميت اصلا. ميت يا عم ميت، كأن فرس النهر جاي بيقول لهم اقتلوني. يا سلام. عادة طلقة واحدة قضيت عليه. طبعا هو حجمه كبير يعني اي صياد ده. يا عيني يا عيني، رصاصتين متتاليين. انا جاي لك بقى في الوش، في الوجه على طول، مفيش كلام. دي في الرقبة، في الرقبة. هدي له واحدة في دماغه يعني هيموت، هيموت. دي الإعادة يا جماعة. طبعا لو أول مرة بتشاهدوا قناة أسرار البراري يا ريت تشرفونا بالإشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. الأخيرة دي جت في دماغه، مخه. مسافات قريبة، رصاصات متتالية للقضاء على فرس النهر. يا عيني يا عيني، اضرب يا عم ضخم ده كله، الضخامة دي كلها اي طالة هتصيب. ده لو انا هسيبها على طول. شايفين الطلقة؟ رغم حجم الطلقة بتجيب اجل على طول. الرصاصة دي بقى في البطن، في بطن فرس النهر. هنشوفها في العادة تاني يا جماعة.
ركزوا كده. ضربة قوية طبعا. عدة رصاصات لإصابة فرس النهر. طبعا الاتنين دولت ما سابهوش، دي هتصيبه. شاطر، برافو عليك. 30 رصاص عشان تقتليه. دي الإعادة، هي دي اللي صابته، دي اللي صابته. خلاص مات يا جدعان. اهو لازم يتأكدوا ان هو هتفرف. الاول الثاني التالتة هي الاخيرة. 3 رصاصات عشان يقضي على فرس النهر. دي الاعادة، اول رصاص صابته برضه بس ما جابتش اجله. تانية، الرصاصة التالتة بقى هي القاضية. شايفين دي هي اللي وقعته خالص. يفك فرس النهر. الاعادة، يا عيني على الرصاصة وقوتها، يا عيني. ايه الجبروت بتاع الصيادين ده؟ شايفين الدم؟ دي في الوش بقى، دي في الوش. القعدة يا جماعة، يعني شايفين الصيادين وجبروتهم؟ جنب ودانه، جنب ودانه، بتقضي حياته في ثواني. رصاصة قوية جدا. هنا الإعادة، بصوا الرصاصة هتيجي ازاي؟ جنب ودان فرس النهر. كده بقى نكون وصلنا لنهاية الفيديو. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. سلام.